اللي هو يعتبر واحد من أروع اللاعبين، إن لم يكن من أخطر لاعبين، إن لم يكن من أروع اللاعبين. وهو الآن يملك 3 أهداف في رصيده، هدفين كان في مرمى الوحدة عندما فاز فريقه في الأسبوع الأول بهدفين مقابل هدف، والآن يسجل هدف ثاني لفريقه في هذه المباراة وهدف شخصي ثالث له. ويبقى ريكاردو دي أوليفييرا لاعب الجزيرة متصدر هذه الهدفين ب7 أهداف، وراه مباشرة إبراهيم توري لاعب عجمان ب6 أهداف. إذا الفاصل هدف، الآن حنشوف التحدي حيبقى موجود وحاضر طبعا هنا التسلل على بوتش اللي معرفه صورة ديسو بوتش أديسون.